السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. الحمد لله عليك السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا في واحد عطيني زكاة مال نوزعها، وفي في ناس شغالين معايا شغالين عندي عندهم عليهم مدينية، ينفع ناخد من زكاة المدينة ونسقط من عليهم مدينية؟ لا، سلمهم الفلوس. أيوه. وبعد ذلك طالبهم بالمديونية. طيب يا شيخنا في حاجة تانية بعد إذن حضرتك. في حاجة إلى الأكل والشرب قبل سداد المديونية. تمام. طب يا شيخنا في واحد بيدخن، أنا خايف نديله وظروفه تعبان، خايف نديله فلوس يشرب سجاير، فأنا رحت رايح جايب له أكل وجايب له حاجات وقلت له أنا جبت لك فراخ وجبت لك حاجات، ينفع؟ لا مالكش في الفراخ، أنت ظلمته، ظلمت أهل بيته. ليه يا شيخ؟ عندهم من قال لك إنه يريد يشتري دجاج؟ الآن هو مثلا أعطيت له زكاة مال 200 جنيه أو 300 جنيه، هو ياخذ 300 جنيه يشتري 10 كيلو بطاطس ب 40 جنيه، يشتري شكارة رز 10 كيلو، أما تلزمه أن يأكل كما تشاء أنت ليس لك حق. بالصدقة لا بأس، لكن من الزكاة لا يجوز.